هذا النهار اللي كيمجد وكيكرم نصف المجتمع المغربي اللي هي المرأة. تحية للمرأة في كل مكان، تحية للمرأة في مملكتنا السعيدة، وتحية للمرأة العاملة في مجال النظافة. هذه المرأة اللي احنا عاملينها فوق رؤوسنا عمامة، فوق رؤوسنا تاج، كنفتخروا بها على هذه المهنة اللي كتقوم بها. احنا كنخليو الوساخة في الشوارع وهي كتجي تجمعها بكل أمة بدون ما تحقد على شي حد، بكل رضا كتقوم بواجبها كما ينبغي. كنشكروها وما كرهتش كل إنسانة وحدة منهم نبوس ليها يديها دار وقفة على هاد المهمة اللي كتقوم فيها. جازها الله عنا خيرا والله يكثر خيرها والله يغطيها على المغرب. الحب متبادل، التقدير متبادل، فقط أنني سمحوا لي راني مازال مقصر في حقهم فيما يخص التشخيص. تمنيت نعمل أدوار أحسن من اللي فات، مواضيع أحسن من اللي فات، حتى نكون نكسب الرضا ديالهم الكامل، يكونوا راضيين عليا ونقدم لهم الفرجة الحقيقية اللي عندي في خيالي واللي عندي في قلبي. أحبهم بزاف، لا ماشي بزاف، أكثر من بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.